بسم الله ما شاء الله فارس، البدلة هتاكل منك حتة. قصة الشنطة دي شغل جامد يا عم. لو الناس ما شافتها هتقول لي كنت لابسها لمين قبل كده. حرام عليك بقى، ما تظلمهاش، البنت ربنا هداها ومها معقلها. هو المأذون فين يا جماعة؟ فارس نسمع أمر إن هو يستحمى بالكلور قبل كده. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ كلور؟ ده كده يا ابني هيبوش ويبيض. خلاص مش وقت، بس جاية جاية جاية. اللهم صل على النبي. أوبا، ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ مبروك يا عرسان يا احلى عرسان. حبيبتي 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 ياتي 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 ياتي. ايه القمر ده؟ انت مستحميه بكلور زي المأذون؟ اكيد المأذون. بس انت شفت ايده؟ مالها؟ بص هفهمك حاجه. شايف؟ فاكر لما قلت لك ايدك الله حلوه ومقصوصه ومدوره؟ ايده مقرقطه بياكلها زي الفرين. وبعدين انا وانت هنحط ايدينا في ايدين بعض، والمأذون هيحط ايده، ينفع ايده تبقى مش نظيفه؟ لا لا، بسم الله ما شاء الله عقل قوي. صح حبيبتي. ايش يا فندم؟ كل حاجه تحت السيطره. في حضرتك معاكي اتنين شهود، انا ومستر غلاب. انا شاهد اول، مستر غلاب شاهد تاني. ايه ده؟ ايه يا ادهم؟ انا شاهد اول عيب؟ مستر غلاب ما تصغرش نفوخك بقى، حضرتك كل مره بتبقى شاهد اول، الجوازه ما بتتمش، سيبنا جرب. لا اذا كان كده انا عايز الجوازه تتم، اتفضل. ويا فندم انا بطاقتي موجوده اهي يا فندم، اتفضلي حضرتك. برافو عليك، بقيت عارفني. ايوه. ايه ده بس، انا شاكه انها مزوره، هي دي حقيقيه؟ عامل حساب يا فندم، حضرتك دي شهاده ميلادي فيها اسمي، اسم اللي جابوني وعليها ختم النسر. برافو، برافو. الاثنين متطابقين. برافو برافو يا فندم، جدا ما الجوازه دي هتتم، يعني هتتم ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك. استنى وريها ايديك اهو. اه بصي بصي بصي. برافو برافو. كلور وريك ومديها مديها. برافو عليك، سو براود. ثانك يو. السلام عليكم. عليكم السلام. حسن باشا، واضح ان انا جيت في مناسبه ساره. ساره جدا يا فندم، مبروك. انا جات لي اخبار ان في سايح هنا حد اعتدى عليه وجات له ازمه قلبيه. ايوه يا فندم، انا ما سبتوش، دخلت عليه فورا، مسكت رجله قعدت ادعك فيها ادعك فيها ادعك فيها، خليتها زي القشطه. انت بتعمل له مذاكير ومناكير يا فندم؟ يا فندم دي اسعافات اوليه. ده في الدقهليه. ادهم. نعم يا فندم. تعرف ايه عن الراجل ده؟ في الدقهليه. ايه؟ غربيه؟ اسمع ليا، شوف حضرتك المحافظه اللي انت عايزها وانا حمضي. اه مستر غلاب. يا فندم تعرف ايه عن الراجل ده؟ الله يبارك فيك يا فندم، ميرسي جدا. سعيد يا بيلمن. ايوه حسن باشا. يا ترى وصلت الراجل ده اوضته؟ انا لا شفته ولا اعرفه ولا عمري وصلته يا باشا. انا استقلت من يومين، انا جاي ابارك وهني، ربنا يهتم بخير يا مستر فارس. حبيبي الله يبارك فيك. الله يخليك. خلاص سعيد يا صاحبي، يلا بقى ما اشوفش خليتك تاني. ربنا يهتم بخير. السلام عليكم. لو سمحت لو سمحت. ايه حضرتك ما سالتنيش؟ شوف يا ابني، انت حتى لو تعرف حاجه انا مش عايز اعرفها منك. انا ما اعرفش، بس اسالني بقى. أأيدها ضد مجهول، مالكش دعوه. طيب يا جماعه انا اسف جدا ان انا عطلتكم، انجوي اللي تعملوه وويلكم تو غردقه. ثانك يو. بعد اذن حضرتك. ايه مستر فارس؟ انا نسمة. نسمة يا فندم، دي خطيبتي على فكره، هي موسوسه شويه، شاكه ان انت ظابط اصلا. يا فندم انا متاكد هي اللي شاكه. انا مش شاكه على فكره، انا بنده لحضرتك عشان اسال حضرتك اسمك ايه، عشان وانا بكلمك اعرف انا بوجه كلامي لمين. حسن الضابط، حسن زي شاطر حسن. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء على الراجل الصيني. نسمة كفايه اسكتي، هتعدي الليله بقى، ما يصحش اللي بتعمليه ده. في ماما بتكلميني كده ليه قدام الضابط؟ تمام كفايه. ام نوت جونا شات اب، اي سو شات اب، اي سو وات هابن. شات اب، 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 كابتني على طول مش بتخليني اقول اللي انا عايزاه. اكتر من كده عايزه ايه تاني؟ وبعدين ما بقول لك ايه يا فندم، قولي عينيكي كلها حزن، اتكلمي، القانون يحميك. شكرا. انا شفت جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. لا هقول يا مام. قولي كل اللي عندك. اوكي، دي جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء الجسدي على الراجل الصيني. معلش ممكن توضحي؟ ايوه، يعني ضربه في قلبه بالبوكس كده. ضربه في قلبه؟ ايوه. لا قانون يحميكي، انا في ظهرك. شكرا. قولي يا نسمة. هو ده.
مستر غلاب؟ ايه ده؟ لا مش انا؟ لا مش ده، فارس.